الليمفاتيك سيستم او الجهاز الليمفاوي. هنشوف الجهاز ده من اخطر الاجهزه اللي موجوده في الجسم. اول حاجه نعرف يعني ايه ليمف. الليمف it is composed of blood plasma، اللي هو انت عارفين ان البلد في blood corpuscles اللي هي كرات الدم، في blood plasma، فالليمف عباره عن blood plasma. وبعدين نمرة اتنين بروتينز فروم ذا تيشو، وبعدين خلايا ليمفاوية بيسموها ليمفوسايتس. يبقى ده تعريف الليمف، يعني ايه هو الليمف؟ سائل موجود جوه التيشو. السائل ده متكون من بلاد بلازما، يعني بلاد اللي هو تركيبة البلاد بس ناقصة الكورباسلز، وبروتينز فروم ذا تيشو وليمفوسايتس. The lymphatic system is composed of، الجهاز الليمفاوي بقى متكون مما يلي، خد بالك معايا. lymph vessels، شوف lymph vessels اهو في كل حته هنا lymph vessels، بطول الجسم كله ده في كل الجسم فيه lymph vessels اللي هو اوعيه ليمفاويه. الاوعيه الليمفاويه دي بتوصل الليمف او تجمع الليمف ما بين التيشو، توصله للليمف نودز اللي هي غدد ليمفاويه. الليمف تيشو دي او الليمفويد فيسلز دي بتوصل الليمف نودز. يحصل ايه في الليمف نودز؟ الليمف ده بيبقى شايل نتائج عمليات الهدم اللي بتتم جوه الجسم. يعني الجسم بيحصل فيه عمليات هدم وميتابولايتس، فاللي بيحصل ايه؟ نتائج الميتابولايتس دي كلها تتجمع في السائل ده اللي اسمه الليمف، ويروح الليمف ده ويوصلها للليمف نود. الليمف نود ينقيها، ينقي الليمف بحيث ياخد هو، يحتفظ هو بالدبرس والحاجات اللي هي بقايا الميتابولايتس. او حاجه تانية، افرض حصل التهاب او انفكشن في اللور ليمب هنا في المنطقه دي، بيحصل فيه بكتيريا. البكتيريا بتخش معركه مع كرات الدم البيضاء، نتائج المعركه دي كلها تروح واصله في الليمف ده، الليمف يلمها ويوديها للليمف نودز. الليمف نودز ينقيها، ياخد الديد وايت بلاد كورباسلز، ياخد البكتيريا اللي ماتت ويجمعها في نفسه، ويطلع الليمف للليمف نودز ثانيه، مجموعه ثانيه من الليمف نودز تنقي الليمف ثاني، وبعدين مجموعه ثالثه ينقي الليمف ثالث، لحد الليمف ما نضمن انه تنقى من كل الميتابولايتس، يروح متجمع في الليمفاتيك داكتس. يبقى هنا الاول ليمف فيسلز، وبعدين هنا ده ليمف فيسلز. ليمف فيسلز او كابيلاريز دي او ليمفاتيك كابيلاريز بتودي الليمف نودز الليمف نودز الليمف نودز لحد ما نوصل لدكت، دكت كبيره جدا، دكت كبيره. الدكت الكبيره دي اكبر واحده اسمها ثوراسيك دكت، تجيب الليمف ده كله وتروح جايه هنا اهو، تخش في النك في الرقبه على الليفت سايد، وتروح صباه، تاخد الليمف اللي اتجمع من الجسم كله تصبه في فين اسمه براكيوسيفاليك فين. هنا تصب الليمف في البراكيوسيفاليك ايه؟ فينز، واخد بالك؟ يبقى الليمف اللي في الجسم كله يتجمع يرجع للفينز. طب ليه الليمف ده يرجع للفين؟ قال لك اصلا الليمف ده طلع من البلاد، ده جزء من البلاد، ده جزء من الستة لتر او الخمسة لتر اللي في الدم بتاعنا اللي ماشيين في الدورة الدموية بتاعتنا، جزء منهم بيبقى ليمف، بيتنشع او بيبقى في التيشو على هيئة ايه؟ ليمف. فعشان بينزل ليمف يبقى في هذه الحالة لازم الليمف ده يتجمع ويرجع للدم، والا لو نزل هذا الليمف ووصل في التيشو وما رجعش للدم يبقى حجم الدم اللي في الجسم هيقل، بدل 6 لتر يبقى اقل من 6 لتر والبني ادم يموت. فعشان على قد الليمف اللي بيطلع او بيتفرز او بيبقى موجود في الجسم وبيبقى موجود في التيشو، على قد الليمف اللي بيرجع للبلاد فيسلز، على قد الليمف اللي بيبقى اكسكريت تاني. ما علينا، الليمفاتيك سيستم از كومبوست اوف ليمف فيسلز الاول اللي هم دول، وبعدين ليمف نودز، وبعدين في غير الليمف نودز في اجهزه تانيه او حاجه مشابهه للليمف نودز موجوده في اجزاء تانيه من الجسم بتقوم محل الايه؟ الليمف نودز.
زي الطحال مثلا الاسبرين، ما هو ده دوره زي دور الايه الليمفينودز بالظبط، زي التونسلز اللوز اللي في الرقبه بتاعت اللوز اللي في الحلقه عندنا، ما دي زيها زي الليمفينودز. فانا عندي الليمفاتيك سيستم از كومبوزد اوف ليمف فيسلز وليمف نودز وليمفاتيك ايه اجريجيشن. لما نيجي للليمف فيسلز هنقول ان هو في الاول، ان اول حاجه في نتورك، الجسم كله في نتورك، شبكه من الليمفاتيك كابيلرز تحت الجلد بتاعنا ده كله، في شبكه من اوعيه ليمفاويه اسمها الليمفاتيك ايه كابيلرز متجمعه في تحت الجلد في كل اجزاء الجسم بتاعنا. دي بتلم طبعا الليمف، وبتشوف زي ما انت شايف هنا الليمف اللي احنا اتفقنا فيه، الليمف في اللي هو بلاد بلازما والبروتينز والليمفوسايتس، وبتلم كل الدبرز بتاع الميتابولايتس والكلام ده كله توصله في الليمفاتيك داكتس. يعني الليمفاتيك داكتس تودي في الليمف نود، الليمف نود تعمله تصفيه، تاخد البقايا والحاجات اللي ممكن تضر الجسم او تاذي الجسم وتخزنها فيها. عشان كده لو في ميكروبات في حته وتوصل للليمف نود غده الليمفاويه، الغده الليمفاويه بتسخن وتكبر. ليه؟ لانها خدت كل الميكروبات اللي كانت موجوده في التشو، هي خدتها معاها وتطلع الليمف خالي من الميكروبات. كمان لو في خلايا سرطانيه طلعت هنا، الخلايا السرطانيه دي هنا بياخدها الليمف ويروح موصلها للليمف نود. عشان كده اللي عنده سرطان في حته الليمف نود في هذه المنطقه تكبر وتتحجر ويبقى فيها سرطان اخرى، لان ايه الليمف نود هي اللي بتمص الخلايا او تقتنص الخلايا السرطانيه او خلايا الالتهابيه او البكتيريا او الحاجات زي كده. بعد كده الليمفاتيك داكتس دي كانت صغيره ودت للليمف نود، يطلع ليمف نود الليمف داكت جديده تروح لليمف نود ثانيه، تفضل تنقي الليمف لحد ما الليمف ينضف قوي. لما الليمف ينضف يروح مجمع هنا في داكت كبيره اسمها ثوراسيك داكت. ايه الثوراسيك داكت دي؟ الثوراسيك داكت دي بتلم الليمف من بوث لور ليمبس، من الطرف السفلي تلم الليمف من البطن، منطقه البطن الابدومين، من الليفت سايد اوف ذا ثوراكس الجزء الايسر من الصدر، الليفت ابر ليم الدراع الشمال، الليفت هيد ونيك. كل الليمف ده يتجمع، بعد ما اتجمع بعد بقى ما اتنقى في المناطق دي كلها يروح صابب في الليفت براكيوسيفاليك ايه فين. هتيجي انت تقول لي الله ادي هنا كل الليمف اهو من الرايت سايد اتجمع وعمل ثوراسيك داكت وراح صب هنا في الليفت براكيوسيفاليك فين. تقول لي الله امال الناحيه اليمين؟ اقول لك الناحيه اليمين دي ليها ليمف داكت لوحدها، اللي هي الطرف الرايت ابر ليم والرايت سايد اوف ذا ثوراكس والرايت سايد اوف ذا هيد اند نيك، ليها وعاء ليمفي كبير برضو لوحده اسمه رايت ليمفاتيك داكت. ادي رايت ليمفاتيك داكت بتصب برضو في الفين ده اللي اسمه ايه براكيوسيفاليك فين. يعني انا عايز معلومه ان الليمف بيلم مكون من بلاد بلازما بروتينز وليمفوسايتس، وبياخد الدبرس وبياخد نتائج الميتابولايتس وبياخد المايكرو اورجانيزمز البكتيريا وبياخد الكانسر سيلز تحطه في الليمف نودز. الليمف نودز تخزن فيها الحاجات دي كلها، بعد كده وتنقي الليمف تسلم بليمفاتيك داكت اكبر لليمف نود ثاني، الليمف نود ثالث بليمفاتيك داكت اكبر ليمف نود كبيره قوي، لحد ما بتطلع كولكتنج ليمف نود الكبيره اسمها ثوراسيك داكت. ثوراسيك داكت دي بتلم الليمف من اللور ليم من الرايت من الابدومين كله، من الرايت سايد اوف ذا ثوراكس والرايت هيد من الليفت سايد اوف ذا ثوراكس والليفت هيد نيك والليفت ابر ليم، وتروح صباهم كلهم في الرايت الليفت براكيوسيفاليك فين. الناحيه اليمين بتصب في الرايت براكيوسيفاليك فين عن طريق داكت اسمها رايت ليمفاتيك داكت. ده بالنسبه للليمف ايه فيسلز، خد بالك ده بالنسبه للايه للليمفاتيك فيسلز اللي هي الاوعيه الليمفاويه، اكبر وعاء ليمفاوي اسمه ثوراسيك داكت بيلم الليمف منين؟ ادينا عرفنا بيلم الليمف ايه منين. ايه وظيفه الليمف نود؟ دي بتعمل فلتريشن تنقيه للليمف، والليمف ده جاي منين؟ جاي من كل الايه التيشو بتاع البودي كله، وخصوصا في السبكوتينس ايه تيشو.